مساء الخير. I hope your day is going well so far. I hope that you're not sleepy. أو في حد نايم أصلا هناك خلاص. Okay. في باحث إسرائيلي عمل دراسات واكتشف إن أكتر من 83% من الناس بيشتغلوا أتليست خمس شغلانات على مدار حياتهم. طبعا دي نسبة كبيرة جدا جدا جدا. احنا في مجتمعنا بنسمع حاجات على الميديا او حاجات في السوشيال ميديا او حاجات من اصحابنا او اهلنا وبنصدقها، لدرجة ان انتوا معظمكم سمع مني المعلومة اللي انا قلتها دي ومعظمكم صدقها. هي اكشلي معلومة غلط، هو ده فيزيسيست باكستاني. أكوردنج لدراسات عملت في مركز البحوث بالاشتراك مع مكتب العمل في 2015، اكتشفوا ان اكتر من 60% من الخريجين في مصر بيشتغلوا حاجات بعيدة جدا عن دراستهم، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. والمشكلة زي دي بتبقى جاية من ستيريوتايب معروف جدا هنا في مصر وفي بلدنا الجميلة، هو الستيريوتايب بتاع كليات القمة. يعني مثلا مامتك عايزك تبقى دكتور، باباك عايزك تبقى مهندس عشان تكمل في المكتب بتاعه، خاله عايزك تبقى محامي، خالته عايزك تبقى صيدلي عشان تتجوز بنتها وبدل ما هي تفتح صيدليتين تفتحوا أربعة. طبعا الستيريوتايب بتاع كليات القمة في مصر هنا معروف جدا، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. أنا محمد الشريعي، co-founder Fast Forward. Fast Forward هي edu-tech company، وأقول لكم يعني إيه دلوقتي. غير الستيريوتايب اللي أنا اتكلمت عليه، في ستيريوتايب تاني، وهو إن معظم الأهالي بيبقوا عايزين أولادهم يدخلوا يدرسوا حاجات يبقى العائد المادي بتاعها بعد كده يبقى كبير. يعني مثلا لو افتكرنا من خمس سنين، معظم الأهالي أو في أهالي كتير جدا كانوا عايزين أولادهم يشتغلوا في هندسة البترول. احنا لو جينا من سنة ونص بالظبط، معظم مهندسين البترول مش شغالين في البترول، لأن من سنة ونص بالظبط أسعار البترول نزلت، ودي طبعا مشكلة من الستيريوتايب بتاع إن الأهالي يبقى عايزين أولادهم يدرسوا حاجة العائد المادي بتاعها بعد كده يبقى عالي. مينلي دي مشكلة بتبقى هي اسمها مشكلة الكارير تشويس أو الكارير شيفت. مشكلة الكارير تشويس أو الكارير شيفت دي هي مشكلة في التعليم. طبعا الإديوكيشنال سيستم في مصر هنا في جابس كتيرة جدا، منها مشكلة الكارير تشويس. مشاكل زي دي ممكن تتصلح بالاستثمار في التعليم، إن الدولة تستثمر أكتر في التعليم، يعني تدفع فلوس في بروجيكتس تحسن التعليم. احنا لو عملنا كومباريزن بسيط بين مصر والسعودية في الاستثمار في التعليم بين البلدين، يعني هنتكلم على تو فاريبلز. الفاريبل الاول هو البوبوليشن بتاع البلدين، الفاريبل الثاني هو الليتريسي ريت اللي هو نسبة التعليم في الايج سيجمنت من 15 ل 24 سنة. فهنلاقي البوبوليشن في مصر هنا هم احنا حوالي 95 مليون and we're very proud. في السعودية احنا او مش احنا هم بقى around 35 مليون. لو اتكلمنا على الليترسي ريت في مصر، فاحنا في الايج سيجمنت اللي هو من 15 سنة ل 24 سنة هنلاقي ان هو حوالي 4 مليون. في السعودية 4 مليون اللي هو بيشكل حوالي 4%. حد يقول لي طيب ماشي، خلينا ناخدها نسبة وتناسب ونحط نفس النسبة دي على السعودية وده هيدينا 1.5 مليون. لكن لا، هي مش 1.5 مليون، هي السعودية بتستثمر أكتر في التعليم. يعني إيه بتستثمر أكتر في التعليم؟ يعني بتصفر الطلاب يدرسوا على نفقة الدولة، بتجيب بروفيسورز أجانب يدرسوا في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة بتاعتهم، والليترسي ريت بتاعهم هو اكشلي 4%، سوري 4 مليون regardless of the difference بقى بتاع population، وده بيشكل حوالي 11.2%. ليه السعودية بتستثمر أكتر في التعليم؟ لأن هم بيحاولوا يعملوا حاجة وهي سعودة الليبر ماركت بتاعهم. يعني إيه؟
يعني هم عايزين الليبر ماركت بتاعهم ما يبقاش معتمد على العمالة الأجنبية، ودي خطوة كويسة جدا بالنسبة لهم. احنا لو فكرنا في مشكلة الكارير تشويس، ففي ناس بتحلها بطرق كتير جدا مختلفة. في ناس بتعمل كارير كونفرنسز. كارير كونفرنسز دي هم مينلي بيجيبوا طلاب بيقعدوهم بالسبع تمن ساعات في سيشنز، يجيبوا بروفيشنالز واكسبرتس من فيلدز مختلفة، يقعدوا يكلموهم عن الديفرنت فيلدز والديفرنت بروفيشنز. ممكن اصلا الستودنتس جدا ما يبقوش عايزين يعرفوا معلومات زي دي، ممكن اوريدي يبقوا عارفينها، لكن ان انت تقعد تحشي دماغ ستودنت في ايج سيجمنت زي اللي احنا بنتكلم عليه ده لمده 7 8 ساعات، this is not effective at all. في ناس تانية ممكن تبقى بتعمل workshops، بس هل الworkshops دي هل هتحاكي البريشرز والفيليرز والمشاكل اللي احنا بنلاقيها في شغلنا؟ اكيد لا. في ناس تانية بتعمل employment fairs، بس مينلي الامبلويمنت فيرز دي بتبقى مجرد مجموعه شركات مجرد عايزين يعملوا تالنت اكوزيشن، يعني عايزين يحصلوا على عماله، والطرف الثاني هو بيبقى شخص مصور السي في بتاعه 30 نسخه بيروح يوزعها على الشركات لغايه ما يجي له احسن جوب اوفر ويشتغل بقى ريجاردلس اوف هو عايز يشتغل ايه او هو حابب ايه او هو نفسه في ايه. احنا كفاست فورورد احنا عملنا كونسبت جديد وهو الكارير سيميوليشنز. يعني ايه career simulations؟ يعني ان احنا we make a simulation a real life simulation للprofession دي، زي في الصورة هنا مثلا. خلينا نتكلم على medicine for example. لو هنيجي نسيميوليت medicine، فاحنا كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا بنbuild an operation room. هو طبعا medicine مقسوم diagnostics و surgery. كنا بنبني operation room، ده لو اتكلمنا على simulation بتاع surgery. كان الstudents حتى قبل ما يدخلوا الoperation room دي كانوا بيعملوا السانيتايزيشن بروسس، كانوا بيدخلوا ويلبسوا الجاونز والهيد كفرز والفيت كفرز كل حاجه. حتى when they perform a surgical operation دي بتبقى على تيشوز حقيقيه، طبعا مش تيشوز بتاعه بني ادمين، تيشوز بتاعه حيوانات، لان التيشوز بتاعه الحيوانات هي نفس المورفولوجي بتاع التيشوز بتاعه البني ادمين. احنا وصلنا لدرجة ان it's a real life simulation، لدرجة ان هما لما كانوا مثلا بيقطعوا وريد او artery، الوريد او artery ده بيبقى synced ب-ECG بيقيس الheart rate والblood pressure، فلما يقطعوه ده بيأثر برضو على ECG. احنا اكتشفنا هو mainly كانت simulations دي كانت بتبقى supervised by acute professional doctors، ده regarding medicine. regarding بقى الماركتنج فيلد، كانت بتبقى ماركتنج فيرم او ماركتنج ايجنسي هي اللي بتسوبرفايز السيميليشن اند سو اون سو فورث على باقي الفيلدز. احنا اكتشفنا ان احنا ما نقدرش نخدم عدد كبير جدا في وقت قليل، فاحنا وي ديجيتالايزد ذس هول ثينج وخليناها موبايل ابلكيشن اسمها فاست فورورد. سمبلي الستودنت وذر يونيفرسيتي او هاي سكول بيدخل على الابلكيشن بيتاب على الفيلدز بيكليك ابلاي ويروح الكومبانيز دي سيميوليت بقى السيميوليشنز دي في الكومبانيز نفسها في البريمسز الحقيقي بتاع الشركه، which is much more realistic. هو خلاص اصلا بقى هناك يعني في البريمسز بتاع الشغل، فده حقيقي اكتر. او دي بعض السنيبتس من السيميوليشنز دي كانت في السي بي سي للستودنتس هم اللي كانوا بيروح، ديلي نيوز، جنرال موتورز، فاليو، اي بي ام، موفور. طيب هو احنا الستودنتس مينلي كانوا بيبقوا يونيفرسيتي او هاي سكول ستودنتس، فممكن جدا كان يبقى عندهم مذاكره، ممكن يبقى عندهم امتحانات، ممكن كان يبقى عندهم دروس. حتى الوقت اللي شغاله فيه الكومبانيز هو ده نفس الوقت اللي شغاله فيه اليونيفرسيتيز او المدارس، فاحنا حولنا كل ده انتو في ار، ان هم الستودنتس يقدروا يسيميليتوا الحاجات دي ايذر في ار اللي هو فيرتشوال رياليتي او اي ار اللي هو اوجمانتد رياليتي. يعني سمبلي الستودنت يقدر في الاوضه بتاعته يلبس الفي ار او بالاي ار ويسيميوليت اكتر من 15 فيلد في اكتر من 15 كومباني، which is much more efficient. خلوني اتكلم بطريقه بلاتونيك شويه، افلاطونيه شويه، اتكلم in a utopian kind of way. دلوقتي الدكتور عندنا في بلدنا بيبقى قدامه دوايين، دواء effective
ودواء زيه بالضبط بنفس الافكاسي بس اغلى شويه. مندوب شركه الادويه بتاع الدواء الاغلى شويه ده بيجي يقول للدكتور اكتب لي 100 علبه وهصفرك مش عارف مؤتمر فين. فالدكتور بيبتدي يكتب على الادويه دي, يكتب 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 طبعا عشان يسافر مش عارف فين, regardless بقى of the patients اللي جايين له. البيشنتس اللي ممكن يبقوا جايين للدكتور دول ممكن يبقوا غير مقتدرين ماديا وما يقدروش يدفعوا الفلوس بتاعه الدواء ده. الدكتور طبعا لو حابب مهنته هو بيبقى عارف ان مهنته دي اتس هيومانيتيريان بروفيشن, هو ما ينفعش يعمل حاجه زي كده. فمشكله في الهيلث كير سيستم زي دي مش تبقى موجوده في مجتمعنا. في البنوك الكاستمر سيرفيس ايجنتس والتيلرز هيبقوا productive أكتر, مش هنقعد بالست سبع ساعات عشان نخلص ورقة من بنك. المهندسين, المهندس هيبقى بيبني بمعايير أمنة, بمعايير professional. المهندس مش مجرد ما ياخد 50,000 جنيه من المقاول أو من صاحب العقار ويبني دورين زيادة, حاجة زي كده مش هتبقى موجودة إطلاقا. اليونايتد نيشنز سيمبلي عامله حاجه اسمها ال 17 اس دي جيز اللي هي 17 سستينبل ديفلوبمنت جولز. كل سنه بيعملوا بروجكتس مختلفه عشان يحسنوا من حاجات معينه, حاجات زي الجندر انيكواليتي, حاجات زي الايكونوميك ريفورم, حاجات زي البوفرتي ريدكشن, وحاجه زي الكواليتي اوف اديوكيشن. الكواليتي اوف اديوكيشن هي الاس دي جي الوحيد اللي هنلاقيه بيأثر دايركتلي وإندايركتلي على باقي الـ SDGs through examples اللي أنا قلتها لكم قبل كده. لأن التعليم لو كويس فبالتالي الجيل هيبقى فيه دكتور كويس, هيبقى فيه بانكر كويس, هيبقى فيه انجينير كويس and so on. السيمبلي اللي أنا عايز أقوله إن ما تدرسش أو ما تشتغلش الحاجة اللي العائد المادي بتاعها هيبقى كبير, اشتغل الحاجة اللي حاببها, الحاجة اللي هتستمتع بيها. ممكن الواحد يتعب في الأول, ممكن يتعب كتير, بس بعد كده الريتيرن هيبقى كبير جدا. وعايز أقول إكزامبل إن إحنا كفاست فورورد إحنا we received an investment offer ب 1.6 مليون in exchange of إن إحنا نعدل بعض الاستراتيجيز, in exchange of إن إحنا نغير الفيجن بتاعتنا شوية. إحنا we turned down this offer عشان إحنا عايزين نعمل الحاجة اللي إحنا شايفينها صح, عايزين نعمل الحاجة اللي إحنا بنحبها. ف we turned this offer down عشان احنا عايزين نعمل الحاجة الصح. Simply اللي انا عايز اقوله ان whether you're a university student, high school student, whether you're a graduate حتى, whether you're 50 years old, it's not too late. جرب واعرف الباشنز بتاعتك, جرب في كل الفيلز, عشان الواحد مش هيعرف الباشن بتاع الواحد مش هيجيله كده وهو قاعد مستني. لا, هو لازم يجرب كل حاجة. Thank you.